ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم جبريل, how are you? This is our plan إن شاء الله for this month. We'll continue إن شاء الله memorizing سورة المجادلة إن شاء الله from آية 9 till آية 11. Let's read. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Okay, up to this ayah this month, inshallah, Jibreel. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.